سلام دوزي، مرحبا بك معنا. السلام عليكم، مرحبا بي عندكم. مهرجان موازين محطة مهمة في مشوار كل فنان، شنو كاين لك؟ بالنسبة لي موازين بين المهرجانات اللي عندهم صدى كبير ماشي غير في المغرب ولكن حتى في الوطن العربي والصعيد العالمي، فهذا شرف لي أنني كفنان مغربي نعتلي منصة النهضة وأنني نكون حاضر مع الجمهور ديالنا، سواء الجمهور الرباطي السلاوي أو الجمهور المغربي. أخبار كاين الناس اللي جايين حتى من برا المغرب، جاوني رسالات ففرحت بزاف، لأن هذا الشيء شوف ناس شادين الطريق الطيارة باش يجيو يحضروا. يعني موازين ما دارش غير لواحد الجهة واحد المنطقة، بالعكس دار للعالم كله، وهذا الشيء كيفرحني بزاف وأنا فخور بزاف. كنت بين الفنانين اللي كانوا في أول دورة من بعد جائحة كورونا، لأن توقف مدة طويلة. وبدوري كنشكر إدارة موازين على هذه الدعوة. غنيتي أنا الباشا، أنت هو الباشا ديال الأغنية المغربية؟ لا، ما عملنيش في راسي باشا الأغنية المغربية أو قيدوم أو أمير أو ملك، لا بالعكس، باشا هو واحد بيرسوناج اللي احنا اون لا كري على حساب اون بيبليسيتي. باش هذا الباشا هو اللي دائما في المستقبل غادي يبقى، هو اللي بقى يتكلم مع الزبون دائما، هو الباشا جا، هو جاب لكم عروض جديده وجاب لكم فورفي جديد، فاحنا كان خصنا ان بيرسوناج. دونك سيتي ليدي اننا نختاروا الباشا. انت فنان المغاربه كاملين بغاو يزوجوه، واش ما لقيتيش المراه اللي تناسبك ولا الفن خدا لك كاع وقتك؟ لا، غير هو هذا الزواج ماشي، ما عرفت علاش كيتكرر بزاف، الناس كيهضروا عليه بزاف، وبعض المرات كيديروا بعض الصور كيلاقيوا وحده مع الصوره ديالي هذه هي الزوجه. فانا بطبعي يعني انا معروف عليا لا ديسكريسيون، يعني انا ماشي من داك النوع اللي تقدر تكون مزوج وما قالاش. نقدر نكون مزوج ما نقولها حتى شي. لا، انا دائما بعيد على الحياه الشخصيه، بعيد على ما كنخلطش حياه الشخصيه مع الفنيه، يعني الوالدين ولا مثلا الخوت او الخواتات او الزوجه ديالي، فدائما هذيك حياه الشخصيه نخليها بعيده، وما يحتم ما نظنش هما محتاجين لها. اما في قضيه الزواج فهذا شيء عادي، لان يمكن باقي عازب، فهذا هو اللي كيخلي الاشاعات كتدور. باقي ما لقيتيش فتاة الاحلام؟ دابا ما بقينا نقلبوا على فتاة الاحلام، بغينا بغينا غير مامات الوليدات. ما كتقولش شي مرات عييت وكتفكر في الاعتزال؟ وشنو الحاجه اللي تخليك واحد النهار تعتزل؟ وهي اللي قاعد تخليك تعتزل زعما مره، نظن هي راحه البال. الانسان الا بغى يغيب مثلا، بغى يبعد الاضواء، الا بغى طبيعه الحال، لان بعض المرات الانسان كيعيا، اي انسان كيعيا في الحياه ديالو، سورتو مي كطول في واحد المشوار مده طويله، فعاشي عادي ان الانسان يفكر، وهذا لا مفر منه، ضروري يجي واحد الوقيته اللي الانسان يفكر فيه. علاش؟ يعني يبغي يقلب على الاستقرار ديالو، يبغي يرتاح نفسيا، يبغي يعيش عادي، يبغي يبعد على الاضواء، فهذا يعني نظن هذه حاجه طبيعيه.